امبارح كنت بالسوبر ماركت وقسم الخضرة كان مليان بالملوخية الخضرة، فقررت جيب كم ربطة وفرزهم واحفظهم بالفريزر، وبنفس الوقت قلت بأرجيكم كيف فيها نفرز الملوخية ونحفظها من السنة للسنة. تعالوا نشوف الطريقة. طبعا رح نبلش اول شيء وننقي الملوخية ورقة ورقة، بدنا ننقيهم، وبعرف انه شغلهم بياخد وقت، وان شاء الله يكون عندكم حدا يساعدكم فيهم. نرجع بدنا نغسلهم بمي باردة كتير منيح، نغزلهم شي فوجين 3-4-5 مرات ما بيأثر، حتى نتأكد انه صار الورق كتير نظيف وشلنا منه كل الرمل ممكن يكون موجود بقلبه او اي شوايب ممكن تكون موجودة بقلبهم. رح نرجع نحطهم على قماشة او على فوطة او على منشفة تكون خاصة بالمطبخ ونظيفة، وننطرهم حتى ينشفوا مزبوط، ورح ارجيكم كيف فيها نفرزهم بطريقتين. لأول طريقة رح نحطهم بقلب طنجرة فيها شوي من الزيت ورح نقليهم. انا اخذت نص الكمية حطيت بقلب الطنجرة شوية زيت نباتي ورح نرجع نقليهم، رح تصيروا بهذا الشكل عم تشوفوه انتو قدامكم، لونهم بضلوا اخضر بس بنفس الوقت بكش حجمهم وبنقدر بعدين نحفظهم. الطريقة الثانية هي نفس الورقة الخضر الفريش، من بعد ما نشفت ما بنقليها ولا بنعمل فيها شيء، بنحطها بقلب كيس وبنسكر الكيس كتير منيح، بنشيل الهواء منه وبنحطها بقلب الفريزر. وهول الملوخية اللي قليناهم هلا صاروا جاهزين، ننطر عليهم حتى يبردوا شوي، طبعا اكيد نرجع كمان نحطهم بقلب كيس. طبعا فيكم تقسمون انتو كذا طبخة، فيكم تقسمون حسب قديش بدكم طبختكم تكون كبيرة، بتقسمون على كذا كيس على كذا طبخة. هالقد الخبرية سهلة وهالقد الخبرية مش معقدة ابدا، خبروني مين منكم بحب الملوخية وكيف عبالكم نطبخهم بلحمة او بدجاج او ملوخية بزيت، وبنفس الوقت خبروني انتو كيف بتحفظوا الملوخية.